الحمد الحمد لله. لله. انا بس سؤال، انا هرجع برضو للي حضرتك كنت قلت لي قبل كده في محادثات عامه وخاصه، الارقام اللي بدات تقل على المستوى المصري دلوقتي، هل ايوه فعلا. بدانا باتجاه السيطره على الامور، ولا هنفضل اللي حضرتك كنت بتقوله انها متذبذبه ومتحركه ولازم نفضل لا، حاسين بالتوتر؟ الفتره دي بقى لنا اسبوعين في تناقص في عدد الحالات فعلي، وواضح تماما ان في الكيرف بينزل الى الاقل، الحمد لله. وطبعا واضح تماما من الحالات اللي بتدخل المستشفيات ما تقل، ونسب دخول الرعايه المركزه اقل، لان طبعا البول الاصلي اللي هو عدد الحالات الكبيره نفسه بيقل. كان منها جزء بيحتاج دخول المستشفيات ما بقاش موجود. طب الحمد لله. حقيقه الوضع الحالي ان في تناقص في عدد الحالات، وندعو الله سبحانه وتعالى بتعاون تعاوننا جميعا وتكاتفنا جميعا واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية نستمر على هذا المنوال حبيبي. مفهوم يا رب.